السلام عليكم. من كام يوم كده كنت عرضت حالة نايس، كانت لطفلة عندها سيريبيلار بايلوسيتيك أسوسايتوما، وكنت عرض أو كنت اتكلمت في الـ how to process و how to يعني إن أنت decide وتحط differential diagnosis وتبروف أو تأكسكلود لغاية ما وصلنا إزاي يعني إحنا نأكسكلود other possibilities. وقلنا بس من الحاجات يعني هو بس قلنا من الميجور differential diagnosis ليها، وفي حاجة بتشبهها جدا اللي هي الهيمانجيوبلاستوما، ويشاء عليه القدير سبحانه وتعالى ان يعني النو تايم تقريبا يمكن دي تاني او تالت لسته برضه في نفس الجروب، الاقي النهارده قابلتني حاله يعني موست بروبابلي انها هيمانجيوبلاستوما، والديفرنشيتنج بوينتس رائعه باينه جدا ما بين الاثنين، فحبيت اعرضها بس وحارض الحاله الثانيه كمان واوري الكومباريزون منها بحيث ان انا اوضح هاو تو ديفرنشيت ما بين التو اولموست يعني او نير باي قريبين جدا من بعض في الشبه وممكن يتلخبطوا. لا بس هو عندي كام بوينت كده سهل جدا ان انت تفرق بينهم، يعني حط كونفيدنس 3000% بالديفرنشيتنج بوينت دي. ان شورت كده الهيستوري ان دي 22 years old girl ويز جايب في المانيفستيشن كالعاده الهيديك والمانيفستيشن انكريز انتركرينيال بريشر. فعملنا الام ار لقينا المنظر السيربيلر رايت سيربيلر سيستيك ليجن ده اللي احنا شايفينه تمام، وفي يعني زي سوفت تيشو نيورال نديول ده تي 2 ده سوري الفلير اللي فيه سبريشن للسي اس اف، بس طبعا شايفين ان السيست الفلويد بتاع السيست نوت كلير يعني فالسبريشن بتاعه كومبليت مش زي سي اس اف طبعا بيورلي هايبر انتنس، انما ستيل يعني في سم سورت اوف هايبر يعني ايزو يعني في سم سيجنال ما هوش كومبليتلي سبريس، وطبعا فيها بيري فوكال فازوجينيك ديما زي ما احنا شايفين، وفي ميورال نيديول وفيها ساين بقى رائعه اللي فيها السيجنال فويد ارتيريال سيجنال فويد. الارتيريال سيجنال فويد انهم بتقول لك ان ده ارتيريال فيدر كويس، وان ده هايلي افيد فاسكولار او فاسكولار تيومر، هو فاسكولار تيومر يعني هي الهيمانجيوبلاستوما هو فاسكولار تيومر، فالارتيريال فيدر دي وان اوف ذا ميجر ديفرنشيتنج بوينت بينها وبين البايلوسيتيك استروسايتوما. فواضح جدا السيجنال فويد الارتيريال فيدر اللي واخد السيجنال فويد ده بتاع اللي داخل الميورال سوليد ميورال نيديول، فطبعا دي وان اوف ذا ميجر ديفرنشيتنج بوينتس ما بين الهيمانجيوبلاستوما وبين البايلوسيتيك استروسايتوما ان انا الاقي ليها سيجنال فويد بتاع ارتيريال فيدر دي بوينت. ادي اول واحده. بعد كده نفس الكلام في التي 2 كرونال، شايفين طبعا انها السيستيك ليجن وشايفين الميورال سوفت تيشو نديول في اسبتيشن، يعني احنا لو فتحنا الصوره يمكن شويه كده زي ما هنعرضها في الكونتراست هتبقى اوضح، فيها زي سيبتوم كده هيبان زي ما احنا شايفين فيها سيبتوم كده هيبان في الكونتراست اوضح، بس طبعا الفيري جود ساين دي مهمه جدا جدا واضح طبعا الارتيريال فيدر ده ما بلاقوش في البايلوسيتيك استروسايتوما، ودي ميجور ديفرنشيتنج بوينت ان انت تحط الهيمانجيوبلاستوما وانت مغمض يعني فيه. كويس دي اول بوينت. البوينت الثانيه لو بصينا للبوست كونتراست، على فكره هما الاثنين دبليو اتش او جريد 1 يعني هما لو جريد تيومرز، لو بصينا في البوست كونتراست ستادز ادي السبتيشنز اللي احنا قلنا عليها يعني واضح فيها انهانسمنت للميورال نديول سبتيشن تمام. الحاجه بقى الجميله قوي ان احنا شايفين السيست وول نفسه مش انهانسد، يعني لو حطينا تي 1 قبل وبعد، لو حطينا صوره تي 1 ده تي 1 قبل ادي السيست وول سوري ايوه الصوره دي فلير يعني هي صوره تي 1 ادي في دي تي 1 سجلها بسوري الثانيه دي كانت فلير التي 1 بري كونتراست شايفين ده الوول يعني الات البيت يعني سلايتلي سيك وولد تمام، والسبتم احنا شايفينه بوست كونتراست السبتم بس هو اللي خد الصبغه البوست كونتراست ساجيتال ايوه البوست كونتراست ااا
ادي البري والبوست كونتراست، ساجيتال، ساجيتال تي 1 بري وساجيتال تي 1 بوست كونتراست. شايفين طبعا الفرق. هي بس النقطه المهمه قوي اللي تفرقها برضو عن يعني الميجور، وطبعا سام تايمز في يعني في لو برسنتج ان السيستيك استروسايتوما بيقول الرينج ما تاخدش انهانسمنت، بس عاده الرينج بتاعت الاستروسايتوما بتاخد انهانسمنت زي ما احنا هنعرضها. انما يعني البرزيستنت فيتشر هنا عندي في الهيمانجيوبلاستوما ان الوول ما بياخدش انهانسمنت. الوول ده اللي هو يعني السيركمفرنشال سيستيك وول ده، مش شايفين ان هو الانهانسمنت كله بيورلي للميورال نديول والسيبتم، انما الوول نفسه نوت انهانسد. على عكس زي ما هنعرض دلوقتي في البايلوسيتيك استروسايتوما نشوف الفرق ايه. لو بصينا طبعا دي الفيدير نفس الكلام، انما الكونتراست هي اللي بتفرق. زي ما احنا شايفين ان الوول كله انهانسد، عكس التاني ان الوول التاني ما كانش انهانسد. تمام. ما عنديش طبعا الايه، لو بصيت على التي 2 ما عنديش ارتيريال سيجنال فويد، ده الفلير سيكوت سوري. لو بصيت على التي 2 كورونا مثلا ما عنديش سيميلر سيجنال فويد زي بتاعت الهيمانجيوبلاستوما. فواضح طبعا الفرق ما بين التو ميجور ديفرنشيتنج بوينتس دولت، غير الايدج جروب. اولا الهيمانجيوبلاستوما بتبقى طبعا يوجوالي بتيجي في من فوق لفوق ال 20، من 20 ل 40 سنه، او يعني الثيرد والفورث ديكيت هم الموست كومن. يعني هنا 22 سنه يمكن بدري شويه، بس هي عاده ما بتجيش اقل من 20 22 سنه الهيمانجيوبلاستوما، الا في حاله واحده او هي سندروماتيك. واحنا عارفين ان الهيمانجيوبلاستوما دي وان اوف ذا ميجر فيتشرز اوف ذا فون هيبل لاندو سندروم، واحنا عارفين الفون هيبل لاندو سندروم ده مالتيبل باثولوجيز ما بين السي ان اس وما بين الابدومين. تبقى طبعا معروف ان الهيمانجو مالتيبل هيمانجو بلاستوما ممكن تيجي في السي ان اس، وتيفر ممكن تبقى سيبرا تنتوريال انفرا تنتوريال سباينال هيمانجو بلاستوما، بالاضافه للابدومينال مالتيبل ابدومينال تيومرز. بيبقى فيها ادرينال، هيبقى فيه فيكروموسايتوما رينال، ممكن يبقى فيه رينال سيست بس او رينال يعني رينال تيومرز يعني مالجنت رينال تيومرز. ممكن يكون كمان فيها بنكرياتيك كانسر، ممكن يكون فيها ليفر سيست او ليفر تيومرز. يعني فهي بتبقى مالتيبل برينكمال ابدومينال برينكمال اورجانز، وزي ما قلنا بتيجي في الادرينال فيكروموسايتوما، ممكن تيجي في الرينال سيل كارسينوما، وتيجي رينال سيست، او تيجي في البنكرياس سمبل سيست في البنكرياس او بنكرياتيك سيست تيومرز، او في الليفر برضو سمبل سيست او تيومرز. ممكن تبقى مالتيبل اورجان تيومرز في الابدومين، بالاضافه للليجن الموجود في البرين. فهي ممكن بس في الفون هيبل لاندو سندروم بس تيجي الات البت في ايرلي ايدج جروب، في نفس الايدج جروب بتاع البايلوسيتيك اسوسايتوما. انما يوجوالي لو هي سوليتري نون سندروماتيك يعني بتبقى في الادلت ايدج جروب، نوت في البديات الايدج جروب. بس ويشنج يا رب الفروقات الواضحه اللي هي دي، ان انا عندي تو ميجر بوينتس في الريديولوجيكال فيتشر، بالاضافه للايدج زي ما قلنا، الفيدر الارتيريال فيدر والنون انهانسنج وول، دولت بيسبورت جدا الهيمانجيوبلاستوما رازر ذان البايلوسيتيك اسوسايتوما. ويشنج يا رب انها تكون كلام واضح، ويكون ان شاء الله يعني بفايده باذن الله.